تعددت الانجازات الكويتيه، واليوم راح نسلط على اهم الانجازات وهي ثلاث انجازات. معانا المخرج طارق الزامل الذي شارك في اول فيلم مطول في مهرجان وهران في الجزائر وحصل على جائزه افضل اخراج. وهم عندنا الاستاذه خلود النجار التي حصلت على جائزه ثانيه في مهرجان ابو ظبي في فيلم ثلاث بيجامات. وهم عندنا الدكتور الذي اخترع شيء جديد حق مرض السكر، وان شاء الله يشيل مرض السكر ان شاء الله. الدكتور فهد الغملاس، جامعين بين الطب او الاختراعات وكذلك والاخراج والفن. نعم، صباحكم الله بالخير. صباحكم الله بالخير، سعداء بوجودكم معنا. يعني مثل ما يقولوا ليديز فيرست، والاسم شدني، ثلاث بيجامات. نعم. خدتي كلام شوي عن هذا الفيلم اللي عملتيه. شكرا. فيلم البيجامات الثلاث عبارة عن فيلم قصير مدته 3 دقائق و48 ثانية. شكرا. هذا عشان نطير ثلاث بيجامات. طير ثلاث بيجامات. والفيلم للأسف طبعا يحكي قصة واقعية، وهي تتكلم عن التحرشات الجنسية داخل العائلة. أي. أي. وبكوننا إحنا مجتمع محافظ جدا، فقل ما تظهر هذه الحالات. صح. على السطح. هذه قصة واقعية. صح. صحيح. وتشوف إن فيها جرأة. والجرأة مطلوبة يعني. بس ممكن أحيانا الناس تنفر من هذه الجرأة. في طبعاً في كل شيء أنت جديد تقدمينه الناس مو متعودة عليه، لازم في بعض العزوف، بعض المقاومة، الانتقادات، بعض الانتقاد، وهذا شيء طبيعي. صح. وطالما في انتقاد أو عزوف أو مقاومة معناته هو أثر، وهني ما أنه أثر إذا حققت مرادك. وبالنسبة لك أنت راح يكون في قبول حق هالموضوع هذا؟ مستعدة نفسياً تكونين له؟ اي طبعا، لأن في البعض يتاثر وايد وينسحب شويه يرد ورا. انا اي شيء في يعني ما ابي استخدم هذه الجمله اللي تكون مثلا كلاشيه ان حقوق المراه وهالكلام هذا كله، ان في كثير من تاجر بهذا السلوغن يعني. صح. لكن لا يمنع ان هناك لا زال في حالات تحتاج الى تسليط الضوء عليها. صح. تحتاج الى مساندتها، تحتاج إلى توصيل صوتها. أكيد. وأنا ودي الصراحة أن نشوف مشهد من هذا الفيلم ونرجع، خلنا نشوف مع بعض. تمام، شفنا يمكن لقطات من المسلسل، يعني شيء طيب صراحة، ويشرح واقع من الفيلم عفوا. لكن يبقى أنا ودي، بما أن الكويتيين مشهورين بالمساعة، نتكلم إحنا بالفاصل عن الحلو والحلويات والتمر وهذا، لكن أنا ودي أسألك دكتور، يعني هذا الاختراع الكويتي الثاني عالميا بالسكر، يعني فكلمنا عن هذا الموضوع. نعم، أول شيء يعني مشكورين على الاستضافة، ما قصرت على القهوة. أنا ما أكتمر. لا في يعني تريد في حلويات بعد. نبي دور ثاني، نبي تمر. يا الله، لأن التمر طبعا مفيد للصحة. طبعا أنا أمثل مع حد اسمه السكري، يعني أمثل فريق عمل، يعني أنا بروحي يعني. المعهد كان من الأصل أو في بداياته 2006 لما أنشئ برغبة سامية من والدنا الله يرحمه الشيخ يابر الأحمد صباح رحمة الله عليه. كان الهدف منه أن الكويت تضع نفسها في خارطة الطريق بالنسبة لعلاج السكر. يعني نعم عندنا المرض، نعم إحنا قاعد نعالجه، نعم الدكاترة اللي عندنا من خير الدكاترة، لكن شنو هدفنا أو شنو إحنا واجبنا تجاه المجتمع، تجاه العالم. صحيح. من ناحية علاج المرض نفسه. أي. فحط الفريق المتكامل هذا، والحمد لله قدرنا نوصل حق بعض النتائج اللي تبشر بخير. بالنسبة حق البحث اللي تطرقت لحضرتك، نعم. هو عبارة عن بحث لشرح مفهوم
كيف ان الرياضه تؤثر بشكل ايجابي على مرضى السكر. تمام. الفحص او البحث عفوا كان لدراسه بعض انواع الجينات اللي هي عن طريق الرياضه يتم تنشيط الجينات هذه البروتينات اللي في الجينات بشكل مبسط. تمام. يتم تنشيطها عن طريق الرياضه. الجينات هذه عن طريق البروتينات المنشطه هذه تقوم بمكافحه السكر بطريقه ما، تزيد من حساسيه الجسم للانسولين، في الجسم يبدا يستفيد من الانسولين الموجود وتقل تقل نسبه السكر يعني. أيوة. ولا انه يختفي نهائي خلينا نقول، معناه ما توقع يعني على اختفاء نهائي السكر. الوضع الحالي او البحث الحالي اللي سويناه هو لدراسه كيفية أن البروتين هذا يتم تنشيطه في مرضى السكري. أيه. فإحنا ما قاعد نقول أنه يختفي. أيه. من السكر، لكن نسبته تعتدل. أيه. ممكن. لكن الجانب الإيجابي من الموضوع أنه حتى لو أن أنت إنسان سمين، حتى لو أن أنت إنسان عندك وزن زايد، لكن ودك إن تقول والله ماكو أمل، ماني قادر. أيه. جربت كل الأشياء بما فيهم العمليات ولاكو فايدة. صح. إحنا نقول أن موضوع الرياضة هذه ممكن أنه يأثر بشكل إيجابي على موضوع علاج السكر، لأن زيادة مستوى اللياقة عند الجسم تنشط من الجسم. ترى الرياضة بكل شيء، مو بس بالسكر، بكل شيء مفيدة حق فايدتها. أعتقد هذا اللي كان رائد فيها اللي هو أرمسترونغ اللي أفضل الدراج. الدراج يعني. نعم. كان طبعا هو كان يحاربها من ناحية السرطان. أيوة بالضبط. نعم. اللي هو سرطان الخصية. بالنسبة حق المنشطات. نعم. أي. بالنسبة حق يعني رياضة مثل ما فضلت أخو جاسم، يعني أنا ماني دكتور سكر، أنا دكتور. أي. في الجهاز التنفسي وإعادة تأهيل في الجهاز التنفسي نفسه. نعم. الرياضة لها ناسها من ناحية شلون هتأثر على كل الأصعدة. نعم. بالنسبة حق النقطة الأساسية اللي هي وجود الكويت في مقدمة الدول بالنسبة حق المرض، طبعا الثانية خليجيا. صح. الثانية خليجيا والسادسة عالميا. للأسف احنا ما احنا قادرين نحس في فائدة الأشياء اللي حوالينا، ممكن نستقل أشياء وايد بالوفرة المادية اللي عندنا، إن بالحين الجو الحلو مثلا اللي عندنا، بالأندية الصحية اللي عندنا، ممكن أن الواحد يبقى روح عندك الممشى، عندك بكل مكان، امشى يعني الحركة بركة دائما، وخفف هذا المرض. بالضبط. أستاذ طارق، يعني خلنا نتكلم شوية في مجال تجربة الإخراج وحصولك على جائزة الوهران بالجزائر، فأكلمنا شوية عن هذا الموضوع وعن شعورك يمكن بهذه الجائزة. ايضا حبينا نشكركم على الاستضافه هنا، التشجيع منكم والتقدير منكم يعني. ايضا هذا شيء زين، لان للاسف احنا حصلنا تقديرات برا الكويت اكثر من الكويت. فنشكركم على البادره منكم. على حسابك بعد صح؟ طبعا. وشيء مكلف يعني ما هو. اي طبعا، على حساب الخاص، الفيلم انتج على حساب الخاص، شركتي ايضا على حساب الخاص. أي. وفيلم سيناريو، هو فيلم شوي يمكن بعيد عن الواقع، فيلم شلون؟ ترفيهي. نزل في سينما الكويت قبل مهرجان وهران، قبله ايضا عرض خاص في دبي. أي. وحصل اعجاب الحمد لله الجمهور والصحافه هناك، وجبنا الكويت عرضناه في السينما. شلون كان الاقبال هنا بالكويت؟ الاقبال الحمد لله والله كان زين، الحمد لله. مع انه وقتها كان وايد صعب، الوقت الريليس كان تقريبا 20/6، كان في امتحانات ثانويه عامه، ناس مسافره، وبس الحمد لله كان اقبال وايد زين يعني. الفنانين اللي كانوا في صح، والقصه الفنانين والقصه نبي. اي الفنانين اللي فيه، الفنانه يلدا، الفنانه شوق، بحر البحر، عادل جعفر، محمد اكوا، وايدين ما شاء الله، عيسى دياب، وايد في كاركترز. جميل باشا يعني. مشعل المعرفي المذيع. أي. مشعل المعرفي كان اول تمثيل له. ومجموعه كبيره، وجوه معروفه وجوه جديده، الحمد لله توفقنا. قصه وعلى. الفيلم بايجاز لا تعطينا اياها. اي قصه الفيلم قصته بسيطه جدا، تقريبا الفيلم 70% منها في لوكيشن واحد كان. الفكره انهم مجموعه يبون يروحون يصورون فيلم بميزانيه قليله. أي. مثل ما تقولين فكرتنا احنا. أي. بس صارت يعني، بس الحمد لله ما صار الا صار بالفيلم الحمد لله. الفكره انه راحوا يصورون فيلم وكل شيء اوكي، لما واحد من اعضاء الفريق العمل او الممثلين، خلينا نقول عشان ما نحرق الفيلم، واحد منهم يتوفى باللوكيشن، يعني يصير حادثه ويتوفى باللوكيشن. فهني يبتدون
يبتدون يغطون الموضوع، يبلغون شرطة ما يبلغون شرطة، نغطي الموضوع وكذا كذا، شو نسوي وشلون، وفضيحة وراح يأثر على الفيلم وأثر علينا على حياتنا أهلنا. يقررون إن لا ما يبلغون الشرطة، وتصير بينهم مشاكل، تتفاعل بينهم لنهاية الفيلم وتصير أحداث يعني. تديت شوقتنا نشوف لقطات منه. أنت المفروض جايب لنا كان بس أنا كان معروض وزين أنا. ليش ما رحت؟ كان معروض والله ما صراحة ما سمعت عنه الصراحة يعني، أنا من ناحية لأن أنا توني رد من السفر. لا إن شاء الله راح نسوي لها توزيع إن شاء الله على قنوات وكذا، إن شاء الله راح نوزعه إن شاء الله. إذا شوقت لنا عشان نشوف، خلينا نشوف لقطات من هذا الفيلم ونرجع إن شاء الله. هلا أبوي عامر. أبي أعرف شو عندك مني وبلا كذب. يبا طال عمرك إحنا جايين هني مأجرين المكان عشان نصور فيلم. And action. إذا ردينا مرة ثانية من بعد هذه اللقطات اللي شفناها من هذا الفيلم، وخلاص نصيحة للجميع أن لازم تشوفون هذا لازم الفيلم لازم. لأن إحنا دائما لابد أن نشجع المنتج الكويتي أكيد بالضبط، هذا شيء ضروري صراحة. طيب أستاذ خلود، لو إحنا نتكلم شوية عن يمكن الإخراج، تكلمنا عنه من قبل شوي، خلينا نتكلم عن الكتابة، السيناريوهات الكتابية، مطلقات صغيرات يعني، هذا العمل اللي نال نجاح كبير صحيح ويمكن إحنا شفناه وهذا شيء مشهود لك، هل ممكن تفكرين بالكتابة بعد أو إن أنت بتهدينها وبتروحين حق الإخراج؟ لا يعني الحقيقة لا لا الحقيقة شغل. الكتابة كتابة السيناريو والإخراج يعني كملون بعض. إنزين. الأفكار والآراء والرسائل اللي تبي توصلينها يمكن يكون عندك قوة أكبر لو أنت عندك المام بالإخراج، يعني تكتبين الشيء وتخرجينه ممكن جدا. وفي كثير من الكتاب أيضا صاروا مخرجين والممثلين صاروا مخرجين صح صحيح. فهذه نفس فريق العمل نفس الروح و... لا الكتابة متعة والإخراج أيضا متعة. فضلين واحد يجمع بين الاثنين إذا كان قادر تماما قادر صح على ذلك ليش لا يعني، لأن مرات يصير في إنسان بس إنها إضافة يعني أو أيضا إذا خدم العمل الفكرة بشكل صحيح تكون إضافة. أما إذا قال أبي أخرج لمجرد إنه وده يجرب ويقولون والله أخرج وهو كتب وأخرج ويمكن ما خدم العمل ذيك الساعة كانت غلطة تكون غلطة صح كلامك. إذا ما تشوفين في جرأة يعني، أنا أشوف مسلسلك والفيلم يعني والفيلم. هاي ثاني مرة تقول لي جرأة. أنا لا أنا قلت قبل الهواء الحين أنا بقولك على الهواء إيه نبي عشان أنا ما أدري شنو مفهوم جرأة يعني، إذا في شيء واقع قاعد يصير وتكلمنا عنه يعني إذن وين الجرأة؟ هل لأنه غير متداول الموضوع؟ الخطوط الحمراء يعني خلينا ما في خطوط حمراء، خطوط حمراء إحنا نحطها يعني الخطوط الحمراء اللي كانت موجودة قبل 20 سنة مو موجودة اليوم. أي. الخطوط الحمراء الموجودة اليوم قد لا تكون موجودة بعد 20 سنة. صح. صح. فالخطوط الحمراء من جزء من عملية التغيير. ممكن. وعلى فكرة الشيء الثابت الوحيد في الدنيا هو عملية التغيير. ماك شيء ثابت في الدنيا إلا التغيير اللي ما تقدرون توقفون ضده. نعم. ولا إحنا أحد يقدر يوقف ضده. بس أنا ترى بقول حبيبتي يعني أنت لابسة صيفي عبالهم حر وأنا لابسة الفرو. لا إحنا شتاء. بير يا جماعة بير. ستايل الدراري هي توهقي حلو هي بردانة بعد عمري اصلا انا لو انا ودي مكانك اكون اكون انا يقول هذا فيها كذي لابسه يعني وش يا بنيا ترى برد. دكتور بهج نبي تكلمنا عن الدعم، شلون كان الدعم؟ والله يعني البدايات البدايات دائما يعني البدايات دائما صعبة لان انت تبي تبلش من يعني من اساسي من اساس شويه ضعيف، تبي تثبت حق الناس ان ترى عندك فكره صح عندك صح مبدا تبدي عليه. ودائما في البحث العلمي هذا شيء وايد مهم يعني، انت طبعا مشكورين ان جبتوني مع الضيوف الحلوين هذول شرفنا ايامك شكرا بس يعني شويه بندش بتفاصيل طبيه بالنسبه حق البحث العلمي داخل الطب شوي صعب الادراك لقبول الناس لقبول المجتمعي له. احنا بالكويت دائما معروفين ان احنا ناس مستهلكين المنتج، لكن لما تروح وتقول حق الناس يا جماعه عندي فكره عندي بحث عندي يعني عندي مميزات بس ما يصدقون يعني ما الناس يقولون ايوه انت وين انت كويتي انت عندك فلوس تعال اشتر منك صح يعني هذا صح.
يعني هذا الدارج للأسف. اللي حاولنا أن نسويه أن نقنع ولقينا الدعم لا محدود بصراحة داخل معهد دسمان السكري. الإدارة داخل المعهد قالت شنو اللي عندكم، قعدنا احنا كفريق حطينا أساسيات الدراسة نفسها، بلشنا تقريبا سنة 2010 أول 2010 والحين الحمد لله قاعد نحصد الثمار. وانتشر يعني الاختراع يعني عرفوه برا ولا بس محدود الحين في المجلات العلمية مثلا؟ طبعا على نطاق هذا في المجلات العلمية، يعني هذا هو الشيء الأهم اللي همنا احنا يعني كباحثين في المجال، أن تنشر البحث عندك في المؤتمرات، تنشر البحث في المجلات العلمية، تبي الناس تدري عنك، تبي الناس تأشر على الكويت، بس مو بس كمستهلك لمنتج، أنت 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 باحث، أنت مشارك في القرار العلمي، أنت تستدعى بالعالم، بالضبط أنت تستدعى لإعطاء الرأي في المؤتمرات العالمية، فهذا شيء يعني طبعا يشرفنا ويشرفنا أن نحط بصمة من ناحية الكويت طبيا. الكويت طبيا دائما معروف انها تقدم خدمات زينه، لكن شنو احنا قاعد نقدم حق العالم؟ وهذا واحد من الاشياء اللي احنا نحرص عليها صراحه في المعهد، معهد دسمان، ان نقول ان احنا حدودنا مو بس الكويت، حدودنا العالم. اولا عندنا وثانيا عندنا الماده، يعني عندنا المرضى، عندنا الادويه، عندنا وسائل العلاج. ليش يا جماعه ما احنا نصدر خبرتنا حق الناس؟ لان الجينات الأمريكية مو نفس الجينات الصينية، مو نفس الجينات الكويتية. أي أصعبهم؟ الكويتي دائماً صعب. سبيشال دائماً مختلف. الكويتي دائماً صعب. فإحنا نقول يا جماعة يعني مو شرط اللي يطبق بأمريكا يمشي على الكويت. ليش ما احنا نقول حق خصوصا حق المنطقه اللي حوالينا، الدول العربيه، دول شمال افريقيا، دول اسيويه اللي صوبنا، نقول لهم انه ترى الاشياء هذه او طرق العلاج هذه تمشي علينا، فممكن انتشارها صحيح انه يكون انتشارها عالمي. بالنسبه لسينما الشباب الكويتيه طارق، شلون شايف انتشارها بين الشباب وخصوصا عندنا بالكويت، شلون شايف هذا الانتشار؟ والله هي فعلا في انتشار كبير، يعني مو بس بالكويت، بالخليج كله. يعني المهرجانات ساعدت على الشغله هذه، مهرجانات دبي، مهرجان خليج دبي السينمائي وابو ظبي، فتح الابواب هذه، خلى الشباب يتحمسون يشتغلون افلام قصيره، وما شاء الله وايدين. وفي شباب منهم المبتدئين وفي شباب محترفين يعني، بس الحمد لله يعني التكنولوجيا حاليا قاعد تساعد وايد انه الشغله هذه تنتشر. يعني صناعه زين، ليش ما يصير هني المهرجان؟ ليش ما يصير بالكويت يعني؟ والله السؤال سالناه وايد والله، يعني لو بايدي كان سويت انا مهرجان. بس سمعنا كلام وايد انه في مهرجان بالكويت وكذا. انا عجبني الملتقى من سنتين سوى ملتقى، كان والله ممتاز من سنتين، والحين انا سمعت راح يسوون واحد ثاني وقاعد يطورونه، يعني يعطيهم العافيه. نسمع وايد بس احنا ما نبي نسمع، احنا نبي نشوف صراحه. بس يعني والله في قاعد يحاولوا الناس، وبعدين ترى هني بالكويت اكثر من الحساب الخاص، يعني قاعد يصرف من جهات رسميه. كل مره في فيلم جاي ولا ما في؟ انا قاعد اشوف افكار طارق. اي لا لا ما راح نوقف ان شاء الله، ما راح نوقف، بس لما يخلص البلبوك راح نشتغل. بس الحمد لله في ايرادات، في عوائد يدعمونك. يعني والله شوف السبونسرز عشان تقنعنا سينما، وما في صناعه سينما صعب ان تقنع. تعال يبي مردود ايضا، هو يبي دعايه، يبي كذا ايضا. اذا بتجيب انت، انا افضل الدعم الخاص اكثر من الدعم الحكومي، لان الدعم الخاص راح يكون موضوع بزنس اكثر من دعم حكومي. انا بس بغطي موضوع معين وانتهى الموضوع. هنا دعم حكومي صار فيلم واحد انتهى الموضوع. اذا في دعم خاص اتوقع راح يصير فيها سينما، في صناعه، مو بس بالكويت، بالخليج كله ينتشر. صحيح، اتمنى والله هالشيء صراحه. الله يعطيكم العافيه صراحه. بس انا حبيت اضيف شغله، بس حبيت اشكر الفنان داود حسين، ساهم معانا في الفيلم، في يعني انا ضيف في الفيلم وما قصر ويانا وسوى سبورت وايد، يعني عنده سبورت للسينما. يعني الفنانين الكبار هذا ما قصر، اكبر دعم يكون للشباب. بالضبط، دعم كبير لنا الفنانين الكبار، يساعدونا ويظهرون في الفيلم معانا ويساعدونا في دعم الفيلم، يعني من ناحيه الظهور. يعني صحيح، هاي المدام الحين بننهي، نبي امنيتك عاد، شنو اللي امنيتك وانت تصل؟ والله شوف كل واحد راح يدري اني تواصل هوليوود، بس يعني صارت هوليوود في كل مكان اتوقع في العالم. يعني الحين صارت التكنولوجيا موجوده في اوروبا، في الصين، هوليوود بالهند وبوليوود. يعني مو سالفه هوليوود، يعني سالفه انه تسوي فيلم زين وهو اللي يوصل نفسه لوين ما يوصل. يعني صح، هذه امنيتك يعني انه أمنيت والله صار في سينما بالكويت وبالخليج، صناعة سينما مرة ثانية، لأنها بلشت من 40 سنة ووقفنا ونبرد مرة ثانية. يعني إن شاء الله. دكتور فهد،
الأمنية أي الطبية ولا اللي ممكن طبعاً طبياً ودنا نساهم يعني الحمد لله شغالين 26 ساعة 30 ساعة باليوم يمكن علشان الواحد يهمه رفعة البلد يعني نقول دائما الخير بقبال عندنا الدعم يا جماعة حاول انك تسير الموارد الموجودة علشان ترفع اسم بلدك صح. اولا وبعدين المكتسبات على قولتهم الشخصية الشخصية كلمة واحدة يخت نيا بس الله يعطيك ان شاء الله ليش لا يعني ان شاء الله اوكي احنا راح ندعي لك عشان تتحقق الامنيه ونصور من هالايام قبل والله اقول بس علشان قلت انا وعدت الشباب امس بالديوانيه يا جماعه ترى لا تحاتون ترى نص الدرب خلص حق اليا باقي النص الثاني بس بطلع على يبيلها صفقه هذه يبيلها صفقه هذه والله انا امنيتي ان يقل المطاحن شويه بين الناس يصير في اكثر بوزيتيف انرجي يصير في طاقه حب كل واحد يركز على نفسه اكثر اي يعني كافي ومثل ما قال الخير بقبال ان شاء الله ان شاء الله يتفائلوا بالخير يعني الواحد يقعد الصبح يقول ان شاء الله اليوم خير راح يكون خير صح. اذا قعد الصبح عاقد النونه ويقول اليوم راح يصير فيه كذي راح يصير فيه كذي ان شاء الله واحنا لما نشوف الاشخاص اللي يعطون حق الكويت هذه الانجازات امثالكم وثرواكم احنا اكيد نقول الخير موجود في الكويت ويا رب ان شاء الله يعم دائما عندنا ان شاء الله شكرا جزيلا لكم وكل عام وانتم بخير خير وصحة وسلامة الله ينوركم اللي ببالكم إن شاء الله آمين إن شاء الله آمين يا رب إذا فاصل وراجعين خلكم معنا.